بنعة جديدة صارت موضة عنا بالبلد، والله يستر لوين اخدتنا. كل ما واحد فكر يعمل مشروع بيطلع له مين يقول له اوعى هيدي منطقة اثرية، بيروح بيصور كم حجرة معفنة وبيصرخ اثار اثار. يا خي منيح الاثار عظيمة، بس بالاول خلينا نلاقي اكل للناس اللي عايشين اليوم. تعوا بالاول لنحترم حاضرنا كبشر، وبعدين منحترم اثار الشعوب اللي تناوبت على احتلالنا. بيقولوا لك اللي ما عنده تاريخ ما عنده مستقبل، وبينطوا عن الحاضر. ما حدا هامه الحاضر، لو كانوا عن جد بيحترموا التاريخ ما كنا وصلنا لهيك حاضر. قال شو؟ آثار. ليش ثلاث ارباع الحاكمين البلد اليوم مش آثار؟ إلا إذا حدا بيقول إنه آثار التعتير مش مبينة على وجهي ووجوهكم كمان. هذا رأيي، فكر فيها.